أشكرك دكتور. أنا عندي تنميل في دماغي يعني على فترات، يعني ممكن كل يومين بيجيني تنميل في جنبي، في التنميل في دماغي من فوق كده، من عندي راسي الشمال، من عندي اليمين، يعني أمسك المشط طرح شعري أو يمكن التنميل ده يروح، لا يغيب ويرجع لي تاني. أنا عندي كحة، فالكحة دي وجع دماغي قوي، حاسة بخبط في نافوخي من فوق نازل كده، حد ما يكون حد بيشد نافوخي كده. وبعدين امبارح لقيت دماغي من عند جنب اليمين حته وجعاني زي ما اكون دمل كده فوق ودني في دماغي، بدوس عليها توجعني قوي. جبت اشاره وربطته عليها برضو وجعاني، وشلت الاشاره بليت بقى تنميل. انا مش عارفه حكايه التنميل دي ايه، يعني هل من الكحه، هل من ده يعني بعد الشرح عندي ايه، مش عارفه يعني بصراحه. يا مدام خديجه استاذه حضرتك، نعم. مع التنميل في الراس هل بيبقى احيانا بتبقى سخنه شويه او في سخونه في فروه الراس؟ انا عندي انا دماغي سخنه قوي لدرجه ان انا بدخل احطها تحت في الحوض تحت الميه، سخنه طبعا. وانا امبارح واخده برشام السخونيه من كتر جسمي كله سخن، ودماغي سخنه قوي حتى في الايام اللي انا دلوقتي شعبان عندي برد، بس انا دماغي على طول تسخن كده، ادخل احطها تحت الحنفيه تبرد شويه ويرجع السخونيه وشويه الترميل. طب ده في حاجه تانية، في احساس كان حد ضاغط على راسي كده، كان حاجه دايسه عليها او كاني رابطها بحاجه، زي ما يكون حد خبطني كده. في حاجه كاني ضغط على الراس نفسها، ضاغط بمسكها كده، بمسكها لما يكون حد يعني ضاغط لي عليها امسكها عشان افك الضغطه دي. طيب اخر سؤال يا مدام خديجه، في حد مزعلك او في تفكير زياده اليومين دول؟ عندي في ضغوط؟ في طيب شكرا جزيلا، مشكورك يا مدام خديجه، الف سلام. مدام خديجه طبعا احنا من المريض زي مدام خديجه ده بنحبه جدا. ليه؟ عنده قدره على الوصف الاعراض، وصف دقيق يعني لا يخالفه شك زي ما بيقولوا. هي وصفت صداع توتري كلاسيكي. ده الصداع التوتري يعني زي ما متوصف مدام خديجه وصفته، ده ناتج من القلق او الضغوط الحياتيه او ضغوط كذا، لكن الاعراض دي ما لا تشير ان في اضطراب في الجهاز العصبي او المخ. طبعا الافضل نذهب للطبيب مخ واعصاب او طبيب نفسي، في ادويه بتتاخد وفي باسطات العضلات، المسكن العادي ربما يجيب نتيجه مش مرضيه، يجيب بعض النتائج، لكن الافضل يبقى في مرخي العضلات ومضاد للاكتئاب او للقلق عشان الصداع ده ينتهي مع الوقت، مع ان انا اشيل العامل المسبب لهذا القلق. احيانا الناس اللي بيجي لها صداع عصبي بتنتهي النوبه مع اخذ مهدئ، يعني ممكن ياخد مسكنات كتير جدا والنوبه ما تنتهيش، اول ما ياخد المهدئ يبتدي يحس ان هو افضل والصداع اتحسن اكتر بكتير، فهو فعلا مرتبط بعامل القلق والتوتر. صحيح. والناس بتستغرب قوي، بقى معقوله انا اخدت مسكنات والصداع ما راحش، واخدت مهدئ والصداع راح؟ لان هو صداع عصبي. صداع عصبي بالعكس، المسكنات ربما لها مخاطر على الصداع العصبي ده. بتزوده يا دكتور احيانا على فكره. بدل ما هو صداع بيجي في نوبات تقلبه صداع مزمن مع الوقت. صحيح. او صداع يومي مستمر. يومي مستمر. وده ما بيستجبش للمسكنات بعد شويه خالص، وهضطر اوقف المسكنات، وكل ما اعلي الدوز او اعلي الجرعه بتعب اكتر، وبرضه ممكن ينتج عنه صداع الافراط في المسكنات. صحيح. ده صداع يعني في ثلاث انواع هم بينتجوا عن طريق المسكن. صداع الافراط في المسكنات دي في صداع ده افراط، ده اول مره اسمع عنه. ما انا لو باخد مسكن بعد شويه المسكن هيبقى هو سبب الصداع. معقول يا دكتور؟ المرحله اللي قبله انه يقلبهولي من ابيسوديك اللي هو بيجي في نوبات صداع توتري بيجي في نوبات لصداع مزمن، او يقلبه لصداع يومي مستمر. ده المسكن بيلعب دور كبير فيه. وعشان كده ما ينفعش ناخد مسكن عمال على بطال او بشكل يعني مبالغ فيه او عشوائي. والقهوه كمان. والقهوه كمان على فكره حقيقي، يعني الناس تاخدها تقول عشان ما يجيليش صداع، القهوة احيانا تعمل صداع فظيع، تعمل صداع مرتبط بالكافيين، الافراط في تناول الكافيين يعمل صداع برضو. صحيح.
فاضطر اوقف. ممكن القهوه في حدود معينه مفيده، لكن الافراط فيها وتناولها لا. ولما يا دكتور يبقى عندك نوبه صداع وتشرب قهوه، الصداع بيزيد في الاول ربما يخف، انما اللي هيشرب كتير اكتر من 2 او 3 فنجان في اليوم عرضه يجيله صداع ناتج من الافراط في الكافيين.